أعلنت حماس عزمها استئناف علاقتها مع نظام أسد فيما اعتبرته خدمة للأمة وقضاياها العادلة، وردا على الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للأراضي السورية بحسب البيان الصادر عنها. وأعربت الحركة عن دعمها لميليشيا أسد بزعم الحفاظ على وحدة سوريا وأراضيها من أي عدوان، داعية إلى عودة النظام لمكانته في الأمتين العربية والإسلامية على حد تعبيرها. وتجاهل البيان آخر إحصائية أصدرتها مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، والتي وثقت مقتل نحو 4000 فلسطيني منذ عام 2011، غالبيتهم على يد ميليشيا أسد، فيما لا يزال مصير قرابة 2000 معتقل في سجون الميليشيا مجهولا. حول هذا الموضوع معنا من اسطنبول عبر سكايب الباحث والمحلل السياسي الدكتور ماجد عزام. دكتور ماجد، أرحب بك معنا في نشرة الحصاد من أورينت. في البداية دعني أسأل، أنه بعد كل ما جرى للفلسطينيين في سوريا على يد نظام الأسد، هل ترى حماس أن هذا النظام هو المخلص للفلسطينيين وهو المناصر للقضية الفلسطينية؟ يعني أولاً مساء الخير لكم، مساء النور للسادة المشاهدين. وهذا يوم حزين لفلسطين، يوم حزين لسوريا. يعني نحن أمام حسابات خاطئة، حسابات مزيد من السذاجة والانبطاح أمام الضغوط الخارجية. هذا النظام اللي قتل آلاف الفلسطينيين، اللي قال عنه جورج حبش أنه قتل من الفلسطينيين، حكيم الثورة وضميرها جورج حبش أنه قتل من الفلسطينيين أكثر مما قتلت إسرائيل، اللي اعتبروا دائما الشهيد ياسر عرفات هو الخطر الكبير على القضية الفلسطينية، اللي حاول إضعاف منظمة التحرير للمتاجرة بورقة القضية الفلسطينية، واللي هو الآن يعني عديم، يعني حتى في مناطق هو استجدى كل الغزاة لكي يبقى في السلطة، وعاجز عن الرد على إسرائيل، وهو يطلب حتى ممن يساعده الله يرد على إسرائيل حتى لا يفقد السلطة. ليس هناك ما يقدمه الأسد لا للقضية الفلسطينية ولا لحماس. طبعا يجب الانتباه أنه بعد اتخاذ القرار في نهاية حزيران بعدم العلاقة مع حماس، قدم لها رجال علماء من العالم الإسلامي طلبات، وبينهم المجلس الإسلامي السوري، وكان هناك نقاش جدي داخل حماس. يجب أن ننتبه أنه في نهاية حزيران مثلا تم إعلان عن قرار إعادة العلاقة مع الأسد قبل أن يذهب إسماعيل هنية، وعندما كان في الطريق إلى بيروت. اليوم يتم إعلان استئناف العلاقة وإسماعيل هنية في موسكو. أنا أعتقد أن هذا قرار خاطئ من القيادة المتنفذة لحماس، قيادة غزة بالتحديد، وهو لن يفيد لا حماس ولا القضية الفلسطينية، وينسف كما قالت الرسالة اللي أرسلها علماء العالم الإسلامي لحماس، وينسف الأساس القداسي، الأساس الديني، الأساس الأخلاقي لكل خطاب حماس. وبدلا من أن تصطف حماس إلى جانب أسامة الرفاعي وعبد المجيد الزنداني مع حفظ الألقاب والقرضاغي والقرضاء، واصطفت إلى جانب حسن نصر الله والحوثي وقاسم قاني وجماعته قيس الخزعلي وآخرين في العراق. طيب دكتور ماجد، يعني الحجة دائما القصف على سوريا، هل تريد حماس أن تستعطف الرأي العربي؟ ونحن مؤخرا بدأنا نشاهد بعض يعني الأشخاص المقربين من إيران يقومون بالحديث عن مصالحة بين الشعب السوري الذي كان ضحية هذا النظام المجرم على مدى السنوات الماضية، وبين هذا النظام يعني والمصالحة معه من أجل وقف هذه الغارات أو ضد الاحتلال الإسرائيلي. يعني القصف أولا يستهدف، يعني طوال سنوات عندما ساعدت إيران وميليشياتها الطائفية من شذاذ الأفاق، من باكستان، من أفغانستان، من العراق ولبنان، لم تقصفهم إسرائيل. إسرائيل تقصف قواعد إيران عسكرية إيرانية حتى ضمن قواعد النظام، تموضع بين هلالين استراتيجي حتى ليس تكتيك. إذا أرادت إيران أن تتموضع في قواعد الأسد للحفاظ للدفاع عنه لا بأس بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل تقصف قواعد معسكرات إيرانية أقيمت ضد رغبة الشعب السوري الحر، عمليا أقيمت على أنقاض المدن السورية اللي تم تشريد أهلها. ثم إذا تسأل حماس لماذا لا يرد الأسد، يعني تخيل أنه منذ أسبوعين فقط أعلام الأسد شن حملة ضد حماس لأنها لم تنخرط في العدوان الإسرائيلي الأخير، أو تركت حرق الجهاد لوحدها في الميدان في العدوان الإسرائيلي الأخير. لماذا لا يرد الأسد على هذه الغارات؟ ناهيك أنها هي لا تستهدف سوريا التاريخية العظمى اللي احتضن الفلسطينيين وأرسلت لنا القسام وقوغجي، واللي احتضنت اللاجئين، واللي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية داخلية بالنسبة لسوريا. هي تستهدف سوريا الطائفية المفيدة للأسد اللي تحاول استغلالها إيران للتعمية على مشروعها الاستعماري في المنطقة. يعني
نعم الدكتور ماجد عزام الباحث والمحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.